ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. رجعنا لكم بفيديو جديد من قناه اتش اند ار جيمنج. النهارده هنعمل تحدي السلاح الواحد. تحدي السلاح الواحد ده اللي هو اول سلاح هتلاقيه هو السلاح اللي هتكمل بيه الجيم كله. يعني مثلا لو انت لقيت يوزي وشفت بكيسي، ما ينفعش تاخد البكيسي وهتكمل باليوزي. ومتنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس اللي يوصلكم كل جديد. ليتس جو. طب هيبقى في البيت اي كي ام. حلو. في واحد هناك، بس ما بعرفش العب سكوب هولو، ما بعرفش العب بيه خالص. سكوب هولو سكوب دوت اكتر سكوبين انا بكرههم بمعنى كلمه بكرههم. يعني بعدين ثبات الام عليهم ما بيبقاش حلو. في واحد هنا. موت. سيت داون. في كمان واحد هناك اهوت، اقتل. وفي كمان واحد. يلا نركب العربية ديت ونمشي. في واحد هناك اهوت، الاول اقتله. اركب. ايه ده؟ في حد سايق؟ في واحد جوه. ده تقريبا اللي معاه الفلير. اومو سكوب 8. تخيل يبقى معاك اومو سكوب 8 وما تعرفش تستخدمهم. حرام والله. محبش انا اللي هو لما انا ادمج واحد يقوم جاي رايح نايم على بطنه. محبش انا كده. في واحد هناك. دمجني جامد. خد هيل. اللعبة علقت. ايوه خدها. اطلع يا عم. طلع. دمجته شوية. شكله هاكل. اداني واحدة سنايبر، بس مش عارف ده تقريبا واحد تاني او هو. خد هيل. انا دلوقتي محتار ما بين حاجتين، يا ارمي سموك يقوم جاي يضرب على السموك، هو دلوقتي بيفجر في العربية، يا ام جاي سايبه ويتلهي في العربية وام جاي ماشي. اعمل ايه؟ هو عمال بيفكر في العربية دلوقتي. انا هاجري. سبع الله بقى شافني. والله كنت عارف. بس يا شباب، والحد هنا يكون الفيديو خلص. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تدوسوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس اللي يوصل لكم كل جديد. سلام.